عبد السلام، وعليكم المشاهدين. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ كل شيء مزيان؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الظروف يا رب. واليوم نهار جديد او فلوق جديد. اليوم نهار جديد والشمس. اليوم غندير غير غديوه لوليداتي، وقلت نشاركها معكم علاش لا في هاد الشوايه ان شاء الله. غادي نشوي شويه ديال الصدر ديال الدجاج والصدر ديال البيبي اللي سبق ليا ورقدتو. هو هذا يعني انا رقدتو شي جوج سوايع دابا ولا شنو، هادي تمشي تجمعت الدار وعاد جيت. وشويه ديال الكفته حتى هي يا درت ليها العطريه. وحاجه وحيده اللي نبغي نقول لكم، انا تنحك فيها البصله كما كيديروا لها الشوايات ديال المغرب اللي كنشريو من الزنقه. كتكون عندها واحد المذاق مختلف. البصله كنحكها في الحكاكه الرقيقه وتنديرها على الكفته. والعطريه انتما كل واحد غيدير العطريه اللي كتعجبو، العطريه اللي عنده في الدار. انا درت البزار والملحه، الخرطوم، شويه ديال سكينجبير مليحه، ودرت القزبر حبوب والقزبر شويه فريسكو والكامون. ونفس المشكل درتو حتى في الصدر ديال الدجاج وخليتهم رطابو شويه. وهنايا غنحط شويه تاع خيز وقطعتو رقيق على هاد الطريقه باش غادي نشويه. وحبه ديال الدنجال حتى هي يا قطعتها رقيقه شرائح دايره بحال هكايا، حتى هي غادي نشويها. وجوج ديال الكرعات حتى هما قطعتهم بهذه الطريقه. اليوم غدانا غيكون صحي غير الشوايه، وغادي نوريكم الطريقه. وهانتوما معانا، يعني ما كاين شي طريقه اللي نديرو، ولكن يا فاطمه شوية من بعد ما حطيتها هي الشطات، البريز تحيد البريز ما نخليها تسخن. وهانتوما معايا بزاف كتسخن، تحيد البريز ما عرفتش شكون اللي قاصه. إيوا بسم الله وعلى بركة الله. إيوا السيد الشمايط كما كانت تقول الوالدة ديالي مسكينة الله يذكرها بالخير، السيد الشمايط ناكلو ونشيط. إيوا أنا معاكم غنديرهم بهاد الخدمة. عيانة مفيقة من النور برات، تابعني العمل داكشي علاش بغيت اللهم جالسة جالسة. إيوا فاش غاد النور نبقى نهضر معاكم، اللهم منا حتيتو مغزل جالسة تشوفت معاكم. وهانتوما معايا، وكنتمنى من كاع الاخوان والاخوات اللي كيشوفوا الفيديو، رضا دابا قول لي شاب. اخوان والاخوات اللي كيشوفوا الفيديو ديالي وعجبهم، اش نقولوا لهم رضا؟ لاباس كمشي مزيان، ديروا لايك 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 لايك، ديروا جيم 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 جيم، لايك لايك لنا الفيديو، ديرنا اللايك وديرنا الجيم وديرنا المشاهده تكون من الاول حتى الاخر. يعني تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش شويه ديال نسبه المشاهده كطلع، واللايك وضغطوا على الجرس باش توصلكم اي فيديو لحتو كيوصل ليكم. ونتمنى لكم يعني توقفوا معايا والقناه تطلع بيكم بالمشاهده ديالكم وبالتعاون ديالكم للقناه تزيد لقدام. ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، والله يجيبنا في الصواب معاكم. وما تنساوناش عمل اللايك والديم والكومونتير من التعليقات الزوينين المحايزه للفيديو. ايوا ها الشوايه ديالنا بدات تسخن، انا حطيتها ومعوله عليها، والله مشيت نشفى وخليتها كتسخن، قلت راه غترجع لقاها سخنات عاد نبدا الفيديو. ساعه ما عرفت شكون اللي داز من حدا الدراري حيد البريز. دابا بدات كتسخن، راه بالزربه كتسخن، وانا درتها مع من هنا من كتريقل، من هنا كتوصل حتى يعني فيها خمسه ديال الريقلاج، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه خمسه روا. درنا لو تيكوستو بواحد السرعه. هنايا عندها واحد الباسكيطه يعني كاع الزيت ولا ليدام اللي كيهبط، وعندها واحد التقيبه هنا كيهبط فيها. يعني كتشوي مزيان، انا ديما تندير فيها الشوا ديال الخضره تندير فيها. والحاجه اللي فيها زوينه هي انكم كتحطوها في الوسط ديال الطبله وانتم كتاكلوا، وهي داكشي كيطيب قدامكم. اللي جاتو شي حاجه بارده قضيب ولا شي حاجه بارده ممكن يرجعوا يسخن. انا ديما تندير فيها الشوا، ولكن الشوا ما كنديرو فيها غير واخا عندي الشوايع على برا ديال الفاخر وهادي،
كيفاش غنبقاو نشعلوا في الفاخر في الزنقه وحنا ما كاينش بنادم كثير ولا شي حاجه، يعني حنا مع بعضياتنا والشغل ما كنديرو انا الا السبت ولا الحد، يعني نهار في السيمانه كنكونوا مجموعين بالحكم ديال وسط السيمانه ديما شي كاين شي ما كاينش مدرسه الخدمه، يعني ما كنتجمعوش لا في الفطور لا في الغدا لا في العشاء، كل واحد شي داخل شي خارج دايرين بحال دوك اللي باكين في الوطيل، ولكن السبت والحد كنكونوا مجموعين غالبا. هذاك الشيء علاش كندير يا الكسكسو يا كندير الشوايه كندير ايوا هذه هو حال المهاجر. هو دا حالو ها هو دابا حطيت هاد الطنجره، يعني الزر كيتشوى وما كيتعطلوش. درت ليهم شويه الزيت العود قبل ما ندير فاش العواد ندير في الشوايه الزيت و تيبقى يتحرك، وهذه اللهم درتو انا يا نيشا رشيت الطنجان بشويه الزيت، رشيت البرعه حتى هي بشويه الزيت، خيزوته ورشيت شويه زيت العود، ايوا وهنا حطيتهم يتشوى. واخا كدير الدخان ما كديرش الدخان بزاف، بالزربه كتشوي. وها انتما معايا تنوريكم الطريقه كيفاش. ايوا دابا انا يا الخضره ديالي شويتها، شويت القرعه، شويت خيزو، شويت الدنجال على هاد الطريقة، حطيتو مغزل، أنا حاطة الخضرة كتشوى، وعمرت هاد القضبان ديال الصدر ديال الدجاج وديال بيبي، ومن بعد درت هاد الكفتة تا هي هايا كيفاش قريبة طيب راه قريبة توجد، حطيتو مغزل، يعني بلا ما نبقى ندير هادي نتسنى مادام الخضرة كطيب، أنا جالسة جالسة كنتسنى الخضرة طيب، ما جيتو ونشوي الخضرة حتى كنت موجدة هاد القضيبات على هاد الشكل، يعني ما دايرة شي حاجة اللي كثيرة غير غدانة غير حنايا وهادي، والكبتة درت أنا على هاد الطريقة، يعني هاكا تنشدها تندورها وكنخشي فيها الحليب هكايا ديال العود. والحاجة الوحيدة اللي نصحكم على هاد الشواية، ما عمركم ما تضو ما تقلبوا الخضران إلا بالفورشيت ولا بالعاصق، لأن كتشرط خاص شي حاجة اللي تكون سيليكون بحال هادي عندها بلاستيك من هنا عندها ما دير لأن ما تشرطها ما والو. يعني على الخضرة وغنشارك معاكم هاد الفارو الزرع ولا القمح ولا شنو تيقولوا لي، يعني كيكون على هاد الشكل هكايا هكا هاد الحبات فارو غير تيقولوا له بالطليانية. سلقتو كنت مرطبه هنا بغيتو يتسلق مزيان وهادي ما ياخذش لكم الوقت، انا سلقتو شي جوج سوايع درتو في الماء وخليتو رطبتو ماشي سلقتو سمحوا لي كاع معرضتي اش بغات عريضه هذا سلموني هاد يلا سير اي رطبتو في الماء شي جوج سوايع ولا ثلاثه، ثم انا بغيتوه يتسلق لكم بالزربه لانه شويه كيكون قاصح، ما خديتش لكم القمح ولا الفارو ولا هذه ملي كتبغيو تسلقو تياخذ شويه الوقت، انا شنو اللي درت رطبتو في الماء، ثم ممكن ترطبوه حتى في الليل وتخليوه حتى الغد ليه ما يجرى له والو غير ملي كتحطو يتسلق تيتسلق بالزربه. انا يا مرطبتو حتى الصباع عاد درتو في الباكيطه وسلقته شي ربع ساعة وهكا، وها هو جا على هاد الشكل وغنديرلو هكا صفيتو، كنشرح ليكم بالتفاصيل كل قبحة لا حنايا مكنعرفوش نطيبو، دوك راه كنعرفو طيب أحسن مني ونطيب بحال حاجة عادية. طيب هاد الكوكوط نخلي هادي هذا تيجي زوين وصحي. انا هذا ملي سلقتو خديت كان عندي شويه ديال الصلموني شرائح ديال الصلموني، ممكن ديروا فيه تطون ممكن ديروا فيه داكشي اللي بغيتو، كل واحد يدير فيه حوت دير فيه جمبريتين سلوقين ديروا فيه اللي بغيتو، انا اكتفيت بالصلموني عندي صلموني كوميكاتو ندير فيه شرائح هكا. وخديت شويه تاع الخضره، خديت شويه ديال الخيزو شويه ديال القرعه شويه ديال الدنجال وغادي نقطعهم على هذا الشكل. على هذا الشكل هذه نقص منها لان راه صافي وجدت خاصنا غير نجلس نتغدى كتشوي بالزربه نبقى تشعلي في الفاخر شعلت في المجمر حتى هما هذه كيجي داكشي مشوي بالزربه هو خاصني نقص عليه لانه وجد وهاد الخيزو كنديرو هكا نقطعو طريفة رقاح
هو وقاعه دورو تجي زوينه هاد السلطه، ممكن ترافقوها مع اي بياض درتو، ممكن ترافقو مع هاد السلطه كتجي زوينه. هنا فيها الخضره، ممكن ديرو جلبانه، ديرو خيزو، اما مشوي كيعطي واحد المذاق زوين. تما ممكن ديرو حتى مسلوق، ولكن انا كنفضلو كيجي هكا مشوي كيجي زوين. واللي غادي نزيد عليه غنزيد عليه شويه انا معاكم شويه وشويه على الدقه والضربه مع الدقه والزبده بغيت ديال الوقت. هنا ثم هنا هكا غندير ليه شويه ديال الاوريغانو الزعتر. هو هذا الفارو كيجي مع الاوريغانو، يعني ضروري ديروا الاوريغانو مليحه، واخا راني سالقاه في الملح والسلمون حتى هو مالح، درت عشويه وشويه ديال الابزار. الزيت كنصرف حطيتها، راني ما حطيتهاش، الله يثبتني على الشهاده. شويه ديال زيت العود خرها اخوات. كندير معاكم داكشي كيمك يعني القرعه معوله عليها فيها زيت العود، جيت تبدا طايته خاويه. ايوا تما صبروا معايا صبروا معايا. ها اول الزيت دورتو معايا في كوزينتي باش تولي حافظين ما عندك اكثر مني، تولي نتوما عارفين نمشي برا لا تدريش على البلكاج وتيام ديك البلاصه راه كاينه تماك. بغيتو تزيدو عليه حتى القزبر زيدو عليه، غير انا ولادي الا شافو القزبر ولا الربيع من الفوق ما كيبقاش ياخذو. اش كتقول ريان ريدا؟ جيم 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 ريدا كيوصل لكم على الجيمات، كتحركو مزيان هكا تيجي زوين هاد السلطه. ممكن ديروها حتى في الثلاجه تبقى عندكم حتى يوم يومين تجي زوينه. باش راني نطيح كنزرب على حق عليك الوقت ونخدم داكشي علاش مكيتشي على الزربه مع نهار السبت والحد تيفيقو معطلين وكيكونو مقارنش تيفيقو معطلين، وصافي كنفطرو معطلين تنبدا تاهو كيجي محبوب مع التلاتة وخاصني نمشي للخدمة لأني كنجي مزيا. إيوا صبر صبر صبر، هادي هي المرأة بأوروبا هي هادي أكثر تما كانت خدامة، مثلا كانت جالسة وراها تاهي كتبقاي تحب الوليدات دي جيب هادي إيوا هدا هو حالنا. دابا صافي الغديوة ديالنا وجدات، دابا غنحط سبع سن ها نتوما تا مسحت هكا كنوري ليكم عفوي داكشي. ايوا كيما قلت لكم ها حنا الحيمات شويناهم قضيبات هما تشوا. الحاجه اللي زوينه في هذه انا دابا نقصت عليها من العافيه، نقصت عليها درت غير في البروغرام الجوج ولا شنو باش تيبقى غير سخون، وهذه واللي جا شي حاجه بارده كتبقاي تعاودي تسخني وتاكلي. يا كان حوت ممكن ديروا فيها الحوت، ممكن انا كنشوي فيها تلمس تنطيب فيها تلمسمن حتى هو نطيبو فيها. والفونتاج اللي كيجيني زوين لان كنحطها في الطبله ومنها حنا كناكلو وهو كيطيب، وفي ما جاني شي قضيب ولا شي حاجه بردات كنعاود نحطها فيها كتسخن، يعني كتجي بحال كتحطها في الطبله كتجي زوينه زوينه. وانتم حكموا انتم غتشوفوا غتقولوا. وليد سلم على المشاهدين. وليد جا ريان غيسلم، سلم ريان ريان المشاهدين شوف فيهم كلشي مزيان لاباس لاباس وراك تعلمتي هادشي حتى مع المشاهدين تعلمتي شويه العربي كاع حيت كان واخا كنهضر معاهم العربية وممكن نمشي هضره قولي. ها وليد غير تا هو جا غير البارح وهادي جا واحد اليومين يلاه جيت نشوف جيت نشوف توحشنا توحشنا توحش عاد كنشوف جيت ناكل القطبان ونرجع ثاني توحشتي الماكلة ديال امك ياك؟ شكون توحشت؟ واش توحشتي صحابك؟ صحابي جيت على صحابي والديك الله يمك تنوريك وكتني السوق وحدك باش نشوفكم بديت نشوف الدراري شفت سيارة دوك نمشي ونخرج نرجع ساعتين علاش؟ لا لا شوف لا نبقى نشوفك نشوفك كل شوف تصويرتي لا نبقى نشوفك ديما. رضا هضر انت يا سلم باقي ما سلمتيش انت كملتي حنا كنهضرو هو شوش حضرة
مازال مع ميلا سلم عليهم باش نقولوا لهم السلامة. لاباسكم مزيان مشاهدين ديروا لايك ديروا جيم 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 من القناة. ايوا تنتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم وما نكونوش طولنا عليكم ويعجبكم هذه الحيمة اللي درناها، وتبارك الله عليكم وفي الفيديو القادم ان شاء الله.